الرغيفة المغربية. أول حاجة حنبتدي نشتغل فيها هي الحشوة. عندي شوية زيت زيتون، هعصق اللحمة، هحتاج إن أنا أضيف شوية فلفل أسود، حطينا الملح، عندي هنا شوية كركم، وعندي جنزبيل، هحتاج شوية بابريكا كمان، كزبرة وبقدونس. الرغيفة احنا قلنا مقادير العجينة قبل كده ثابتة. عندنا 3 كوبايات من الدقيق، وعندنا 1 كوباية من الفينو، الفينو بالمغربي يعني دقيق السمولينا او السميد، وعندنا 1/4 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وعندنا مية دافية. انا كده العجينة اللي معايا كويسة قوي، اغلفها بالزيت كويس قوي واغطيها واسيبها ترتاح على الاقل 4 ساعات. العجينة هي بعد ما ريحت، نعمل العجينة دي على شكل كويرات صغيرة ونبتدي نفردها بالشكل ده. هناخد بقى شوية من الحشوة، وهنجيب بقى شوية زبدة او سمنة سايحة نحطها حواليها، وناخد شوية من السمولينا. السمولينا دي قلنا هي اللي بتخلي العجين يورق، وبنتني دي مرة تانية، وهنحط كده وناخد شوية سمنة ندهن بيها او نورق، شوية سميد تريح شوية، ونروح زي ما عملنا فردينها شوية بايدينا مبسطينها، وندهنها بشوية سمنة وندخلها الفرن.